المشكلة تدرون وين؟ المشكلة اللي صار عالم ويطلع له واحد من عياله جاهل. المشكلة اللي صار الأبو رجل صالح تقي طيب من أهل الله يطلع له ولد عوي. اللي صار شخص متدين ملتزم يعرف الله يعرف يقرأ القرآن يطبق السنة والشريعة ويطلع له واحد من عياله لوتي. هالشيء ينطبق عليه مثل بحري كويتي عتيج ينقال كم دانة من خربة كم دانة من خربة. الدانة كلنا نعرفه، الدان اللولو القماش الشي السم. الخربة اللي هي المحارة الفاسدة، المحارة اللي القواقع أكلها ولحمها وبطنها كله. لكن ربك واحد، إذا كان هالدانة أو المحارة هذه ببطنها دانة تطلع الدانة حتى لو هي محارة فاسدة. ومتى يعرفون البحارة والقاصة أن الدانة أن المحارة هذه خربة فاسدة؟ القواقع والدنيا اللي تحت كلها أكلت لحمها. لما يقعدون على ظهر المحمل ولا وهم رادين يفلقون المحار. لين فلق المحار ولقاها فاسدة قطها. واحدة، ثنتين، عشر، امية. وايد يخوش لأنه ينزل بالقواع يصيد المحار يحطه بسلته ويطلع فوق. يفرق ويرجع مرة ثانية. ما يدري إن اللي صادها فاسدة، خربة، صاحية، سليمة، بطنها لولوة، قماشة. ما يدري العلم عند رب العالمين. يدري ويشوفها وقت الفلاق وهم قاعدين يفلقون المحار. وذاك من ذاك اللي يكون حظه واصل سابع سما وأمه داعيت له. لما نطيح بيده محارة فاسدة خربة من يفلقها ويفتحها ويلاقي ذيك الدانة اللي ترد الروح. هني يصير عند العيد عيدين وثلاث وعشر. إن طاحت بيده هالخربة. الأوليين أهل البحر الكبار الشيبان النواخذة لما كانوا يقعدون ويشوفون بحارتهم يفلقون المحار يسألونهم ها كم دانة من خربة؟ يعني منو الشاطر فيكم اللي قال الدان والقماش من المحار الفاسد؟ ينطبق على الرجل العالم الفاهم الدارس اللي واصل أعلى مستويات بالدراسة ويطلع ولده ما يعرف الواحد من الهدعش وما يعرف الهمزة من غيرها. ولما يطلع ريال طيب كريم سخي اللي طلع بالإيد اليسار ما تدري عنه يطلع عنده ولد يلده بخيل ما يند الفلس. هم أهلنا الأوليين الكبار الشيبان اللي عرفوا إن بيت أبو فلان عندهم واحد حالة مايل من عيالهم لا علم لا شهادة لا ثقافة عكس أبوه وإخوانه وأمه وخواته يقعدون بينهم بين بعضهم يقولون ها كم دانة من خربة. ليه قعدوا الحين عيال الوقت والنواخذة الصغار والبحارة الصغار اللي قاعدين يردون إحياء ذكرى يدانهم بطلعات القوس وينزلون ويغوصون ويشوفون ويبون هالمحار اللي قعدوا يفلقون. إن صار بينهم شايب عود ولا واحد فاطن وعارف بأمور البحر وبأمثال البحرية قال لهم ها يا عيال كم دانة من خربة عاد الفطين بيفهمها. واللي ما يعرف السالفة
بيضيع بالصقلة وبتضيع عليه الصقلة وبتعدي مرور الكرام وما يدري عنها. عرفت والحين معنى مثلنا البحري كم دانة من أخربة، يعني كم دانة لقيناها من المحار الفاسد، المحار اللي نوكل لحمه كله. كل واحد يقعد بينه وبين نفسه ويقول كم دانة من أخربة عندي، وإن شاء الله كل اللي عندنا وعندكم دانات وقماش غالي أمره ما يكون فاسد. مثل من الأمثال البحرية القديمة اللي عمرها ما تكون أمثال منسية. اليهال ما يقعدون راحة بالبيوت، كله يحوسون بهالفرجان، ومن فريج لفريج ومن سكة لسكة ومن سوق لسوق ومن داعوس لداعوس يلحقون المبايعي. المبايعي شخصية يخرع اليهال ويخترع منهم. أنا أقول لكم شلون اليهال يمشون وراه ويصفقون ويقنون ويحذفونه بالحصام وما يكتون عليه ماي وما ادري ايش يسوون. يخترع منهم ويركضهم يركضون وراه، وليلف عليهم خافوا وركضوا ركضوا وراهم. المبايعي عندنا بالكويت يعني اللي بايع ومخلص، يعني الله يكافينا ويكافيكم الشر. هذا ترى للي عقله خفيف ما يدري وين الله قاطه. يقولون كان في الكويت واحد مبايعي مسكين عقله زر وعقله خفيف، يطلع بالسوق دشداشته وصخه مشققه حافي اتشلح املح كشته الكبر، يركضون وراء اليهال يغنون ويصفقون ويعيبون عليه ويحذفونه بالحصم ويرشون عليه ماي وبالتراب، ولي يتلنونه وعقدها وعصب عليهم ولف عليهم ويلحقهم، هو يلحقهم معصب وهم يركضون وهم يضحكون ومستانسين. عاد هالسوالف عند عيالنا حدث ولا حرج، بس الحمد لله بهالوقت ما عندنا مبايعين. لين صار عندنا واحد مو صاحي وعقله زر شويه، الله يعافي الحكومه والمستشفيات اللي حاطتها، ياخذونه يعالجونه يزهلقونه ويردونه طبيعي ويرجع، واذا الله مو كاتب له يرجع طبيعي بيظل طول عمره مبايعي. مبايعي شخصيه فلكلوريه من التراث الكويتي كانت موجوده بذاك الزمان، اذا كانت موجوده لكن مو موجوده بوقتنا الحالي. هذه هي الشخصيات التراثيه اللي يداتنا اول وحريم اول كان يخرعون فيها اليهال. ترى مو بس عندنا بالكويت، بالكويت وبالسعودية وبالبحرين وقطر والإمارات وعمان، في بعض الشخصيات يعرفونها أهلنا بالدول العربية. الله يكافينا ويكافيكم الشخص شر هالشخصيات الفلكلورية، إن كانها صج ولا شد حق التخرع والتفزز سالم. إعلامية متميزة يتنا من دولة عربية شقيقة،
دخلت الكويت، هاجرت مع أسرتها ودخلت الكويت أيام حكم الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه ويغمد روحه لينا. كانت تحلم وتطمح إنها تحقق شيء يرتبط في اسمها وتحقق شهرة ونجاح على صعيد أي مجال ممكن إن هي تقتحمه وتثبت فيه جدارتها وقوتها وثقتها في نفسها. ثابرت على نفسها وواصلت تحصيلها العلمي وأخذت أعلى الشهادات. فترة الستينات في الكويت نزل إعلان مطلوب وجوه أو كوادر وعناصر من الجنسين للعمل في المجال الإعلامي، معد برامج، مقدم برامج، مذيع برامج، ديكور، إنتاج، تصوير، كاميرا، في كل المجالات. شخصيتنا قرت الإعلان ودشت التلفزيون الكويتي، شافوها لبقة متحدثة ويها سمح تجيد إتقان اللغة العربية إجادة تامة. بعد الاختبار قالوا لها يا ليلى، يا ليلى شقير، راح تكونين إعلامية ومذيعة ومقدمة برامج عندنا في التلفزيون الكويتي. افرحت ليلى شقير واستانست على الوضع اللي هي أخذته والخطوة الأولى اللي راح تخطيها في تلفزيون الكويتي. تدربت وثقفت نفسها في معلومات عامة وبدت انطلاقتها كوجه إعلامي برز في فترة الستينات والسبعينات في التلفزيون الكويتي، وقدمت العديد من البرامج الحوارية والمنوعات والسياسية والأخبار. كانت هي من ضمن الوجوه العربية اللي خاضت المجال الإعلامي عندنا هنا في الكويت، ليلى شقير، هدى المهتدي، وغيرهم وغيرهم من الإعلاميات البارزات عندنا هنا في الكويت. بعد فترة وتقديمها للبرامج الحوارية والمنوعات والأخبار، قدرت ليلى شقير إنها تتخطى الخطوة الأولى اللي هي في بداية رحلة الألف ميل وتكون من ضمن الإعلاميات المميزات واللي استقطبوهم واستقطبهم التلفزيون الكويتي. كننا نعرف أن مذيع الأخبار لابد أن يجيد اللغة العربية إجادة تامة، لأن إلقاء الأخبار في التلفزيون الرسمي لأي دولة في العالم تكون باللغة العربية الرسمية، طبعا في خلاف اللغات الأجنبية بالدول الأجنبية الثانية. ليلى شقير كانت واحدة من الإعلاميات اللي أجادوا اللغة العربية في البرامج الحوارية السياسية وبرامج الأخبار أو إلقاء نشرات الأخبار. من أهم البرامج اللي قدمتها ليلى شقير لفترات وكان يستقطب العديد من المشاهدين والمستمتعين للبرامج هذه، برنامج تحت الأضواء. تشاركت فيه وقدمت البرنامج وعطاها فرصة وفتح لها المجال إنها تكون من أشهر الإعلاميات في تلفزيون دولة الكويت. بعد فترة ليلى شقير تزوجت زميل إعلامي لها في المجال الإعلامي عندنا هنا في الكويت وراحت معاه مصر، مسقط رأسه، تزوجته وعاشت معاه هناك، لكنها ما ابتعدت عن العمل الإعلامي بروحها وفكرها وقلبها، لأن انطلاقتها وبدايتها كانت مع التلفزيون الكويتي. مجرد إعلان نزل بالصحف الكويتية في فترة الستينيات فتح الباب على مصراعيه لليلى شقير إنها تكون رائدة من رائدات العمل الإعلامي وإعلامية جميلة جدا، أثرت الساحة الإعلامية في العديد من البرامج المنوعات والبرامج الحوارية السياسية ونشرات الأخبار. ليلى شقير، أنت إعلامية جميلة وكلنا نتمنى نكون جزء من ليلى شقير. Thank you.
يدي لله ما صنع الهوى. أنا في سبيل الله ما صنع الهوى.
أمير المحمرة الشيخ خسعل هو مع مجموعة من أعيان الشيعة في الكويت بذاك الزمان فكروا إنهم ينشؤون حمام عام عزكم الله في الكويت. هالحكي هذا كان عام 1915 أساس أن الكل يروح يستخدمه كان قريب ينبى راحة الشيخ مبارك والناس كانوا يروحون ويجون وكانت الفلوس اللي تندفع حق اللي بيدخل الحمام مردودها يروح حق الشيخ خزعل أمير المحمرة بذاك الوقت. هالحكي كان عام 1915 بس ما استمر، اشتغل فترة ووقف حمام عام. ليش وقف؟ أنا أقول لكم ليش وقف. وقف يا جماعة الخير لأن ندرة وقلة المياه العذبة هي كانت السبب الأساسي إن الحمام العام هذا اللي سووه أعيان الشيعة في الكويت وأمير المحمرة الشيخ خزعل تسكر الحمام. يعني هم نرجع ونتذكر ونقول إن عام 1915 أنشئ أول حمام عام في الكويت من أعيان الشيعة وبدعم ووقفة من أمير المحمرة الشيخ خزعل، وتوقف وانتهى لقلة وندرة وجود المياه العذبة اللي كانوا يبون يستخدمونها في الحمام العام. من عهد الشيخ مبارك الصباح وهالأرض شافت العز والخير، واستمر العهد واستمر العز واستمر الخير كله من الشيخ مبارك للشيخ يابر الثاني للشيخ سالم المبارك ليانا أبو الاستقلال والشيخ صباح السالم وأمير القلوب رحمة الله عليه والأمير الوالد الشيخ سعد ولي وقتنا الحالي بقائدنا وحاكمنا الشيخ صباح، عسى الله يحفظه ويطول بعمره ويرحم الأوليين اللي راحوا. العز والخير بدأ واستمر وبيستمر على هالأرض وأهلها. خلونا نتذكر شوية أصور عتيجة عن أمير المحمرة الشيخ خزعل وساحة مبارك والحمام العام اللي أنشئ عام 1915 ونعيش أحلى الذكريات معه. شهر 6 عام 1831 مرت على الكويت موجة الغبار الأحمر، قعدهم ببيوتهم انعزلوا عن العالم بالحسرة عليهم الطلعة، يا دوب يروحون السوق ولا الدكان اللي بآخر الفريج يقضي احتياجاته وغريضاته اللي مستعيل عليها وردها ويقعد في مكانه. اصبروا وتحملوا القعدة والحكرة والغبرة والدنيا الحمراء اللي انقلبت بيوم وليلة
ومع هذا ما تركوا بعضهم. اللي فيه صحة وعافية كان يقدر يطلع، كان يطلع ويروح ويقضي احتياجاته واحتياجات أهل الفريج، واللي ما كان يقدر لا حول ولا قوة ينطر ببيته لمن المحسنين والخيرين يتواصلون معاه ويعطون المكسوم ويقضون احتياجاته واحتياجات بيته. ما خلصت هاللوية هذه وما راح الغبار الأحمر إلا تصحى الكويت على مصيبة أعظم. وقت الغبار الأحمر اللي حاش الكويت أهلها كانوا يتضرعون حق رب العالمين إنه يوخر ويزول هالنغمة عنهم، ورب العالمين استجاب لدعواهم، لكن قال لهم أنا أبي أشوف مدى قوة صبركم وتحملكم على الابتلاء يا أهل الكويت، اخذوا المرض هذا وبشوف بتتحملون ولا منتم متحملين. صبحت الديرة بشهر 6 عام 1831 على مرض الطاعون، الله يكافينا ويكافيكم شره. كانت سنة كبيسة ذيك السنة، ما في بيت من الكويت ما انفقت فيه اليد ولا اليدة ولا الأبو ولا الأم ولا الخالة ولا العمة، كل من حاشى مرض الطاعون مات، ما قدر يتحمله. إيه شيبان راحوا، إيه عيايز راحوا، يا هال حتى الشباب اللي كانوا يتساعدون وإيدهم بإيد بعض يساعدون بيت فلان وعلان هم ما سلموا من المرض هذا اللي حاشهم. كانوا يجمعون الجثث ويطلعون برا الدروازة ويدفنونهم بمقابر جماعية، ولي أمس المسيان سكروا الدروازة وما يخلون أحد من برا يدخل الديرة لو منو يكون، خوفهم إن اللي جاي هذا يكون شايل مرض الطاعون والديرة مو ناقصة، يبون يأخذون على اللي موجود فيها. وتمر الأيام والليالي والكل يعاني من هالسالفة، ومع هذا قوة تحملهم وصبرهم ودعائهم حق رب العالمين وخشوعهم وتضرعهم بصلاتهم وبقيامهم، رب العالمين رفع عن الكويت وأهلها بلا الطاعون. وأصبحت ثاني يوم الكويت سليمة ما فيها المرض هذا، واللي حاشة توفى واندفن. الأوليين يقولون ما كان الدواء عندنا متوفر وما كان عندنا شيء نقدر نقضي على الطاعون، لكن العيايز اللي يعرفون يشتغلون بالطب العربي والطب الشعبي كانت تجيب لها شوية أعشاب وأدوية تفوحهم وتقول حق يارتها عطي فلان خلي يشرب من هذا يصبح الصبح ما عليه إلا العافية. على الفطرة كانوا عايشين على الفطرة، ما يهمهم أحد، والحمد لله عد الشر وعد المرض، واللي راح الله يرحمه واللي نجا عاش وكمل مسيرة الأولين. هذه هي سنة كبيسة كانت على الكويت شهر 6 عام 1831 سنة الطاعون، الله يكافينا ويكافيكم شره. تناتيش وهي الشيء القليل، مثال اعزموني بيت فلان على القدة وصلت متأخر وما كليت إلا شوية تناتيش. يتحيلق صفة تطلق على الشخص الذي كثير المجاملات والذي يتودد ويمتدح ليحصل على مبتقاه وهدفه، وبعض الأحيان يقال عنه يعشف عشاف.
قليل من يعرف قصة هذا القصر، وهو قصر السلام. بناه الراحل الأمير الوالد في بداية الستينات بجوار منزله القديم، قبل انتقال سموه للسكن في قصر الشعب، وبعد وفاة والد الشيخ عبد الله السالم، فبقي قصر السلام كذلك حتى استدخلت الحكومة وحولت إلى قصر الضيافة لإقامة ضيوف الدولة. وسكن فيه جيسكار ديستان الرئيس الفرنسي السابق عام 1980. وبعد الغزو العراقي هجر المبنى حتى قامت الحكومة بإعادة إعماره، ويقال إنه سيكون قصر للضيافة وفندق 7 نجوم. الصورة هذه صورها شكسبير لميناء الكويت، وفي الصورة سجل شكسبير المشهد من موقعه بدار المعتمد السياسي. نشوف حركة البحرية بالسفن الكبيرة من نوع البوم والبغلة والغنجة، ومراكب صغيرة من نوع السنبوك والشوعي، وغيرها من مراكب الميناء. الصورة هذه صورها شكسبير في أكتوبر عام 1911. بالصورة نشوف المغفور لحاكم الكويت الشيخ أحمد اليابر الصباح والجنرال ديغوري في لحظة استجمام على متن القارب البخاري اللي كان يملكه الشيخ. يا مشغل البال ملتاع، يلي تدور ما يزيد التياعي يزيد التياعي، يلي تدور ما يزيد التياعي يزيد التياعي. المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع، المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع. ما ننهجر في الحب يا زين داعي يا زين داعي، ما ننهجر في الحب يا زين داعي يا زين داعي. يا مشغل البال من داع، قلبي معك يا مشغل البال من داع. يلي تنور ما يزيد انتياعي يزيد انتياعي، يلي تنور ما يزيد انتياعي يزيد انتياعي. المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع، المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع. ما ننهجر في الحب يا زين داعي يا زين داعي، ما ننهجر في الحب يا زين داعي يا زين داعي. خليت قلبي يرتجب بين الأضلاع، خليت قلبي يرتجب بين الأضلاع. يصبح علي الصبح ما نمت واعي، يصبح علي الصبح ما نمت واعي. خليت قلبي يرتجب بين الأضلاع، خليت قلبي يرتجب بين الأضلاع. يصبح علي الصبح ما نمت واعي، يصبح علي الصبح ما نمت واعي. فيك الرجا يا مشقي يا روح ما ضاع، فيك الرجا يا مشقي يا روح ما ضاع. عيت عيوني يم غير الدراعي غير الدراعي، عيت عيوني يم غير الدراعي غير الدراعي. قلبي معك يا مشغل البال مرتاح، قلبي معك يا مشغل البال مرتاح. يلي تدور ما يزيد التياعي يزيد التياعي، يلي تدور ما يزيد التياعي يزيد التياعي. المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع، المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع. ما ننهجر في الحب يا زين داعي يا زين داعي، ما ننهجر في الحب يا زين داعي يا زين داعي.
عيونك حلوة تنسود وساع، معذور لو جيت الهوى باندفاعي، معذور لو جيت الهوى باندفاعي، يلي عيونك حلوة تنسود وساع، يلي عيونك حلوة تنسود وساع، معذور لو جيت الهوى باندفاعي، معذور لو جيت الهوى باندفاعي. يا ما نهيت القلب لا شف ما طاع، يا ما نهيت القلب لا شف ما طاع، راضي بغرام اللي سعى في ضياعي، سعى في ضياعي، راضي بغرام اللي سعى في ضياعي، سعى في ضياعي. قلبي ما جا مشغل البال من داع، قلبي ما جا مشغل البال من داع، اللي تنور المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع، المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع، مال الهجر في الحب يا زين داعي، يا زين داعي، مال الهجر في الحب يا زين داعي، يا زين داعي.